بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد المئة من سلسلة دروس كتاب مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للعلامة الشيخ أبي الإخلاص الحسن بن عمار الشرنبلالي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ويكره شم طيب قصدا، لأنه ليس من فعل الصلاة، لأنه يعني لأن شم الطيب هو شيء. قال الشيخ: يكره شم طيب قصدا، أما لو دخلت الرائحة رائحة الطيب أنفه بدون قصد لا حرج عليه، لا كراهة في حقه، لأن شم الطيب ليس من أفعال الصلاة، ليس من أفعال الصلاة. نعم. قال: طب كيف يعني الإنسان يريد أن يشم الطيب؟ كأن يضع في يده شيئا له رائحة معينة، أو يكون في موضع سجوده شيء له رائحة فيقوم بدلكه أو بفركه، أو بيده شيء مثلا تخرج رائحته لو دلكه فيقوم بدلكه عند أنفه من أجل أن يشم رائحته. هذا الفعل مكروه، لأن هذا الفعل الدلك من أجل إخراج الرائحة هذا ليس من أفعال الصلاة، هذا ليس من أفعال الصلاة. نعم. عندنا صورة ثانية: لو أنه مثلا كان هذا الطيب موجودا في مكان بجانبه فحمله بيده وشمه ثم وضعه، هذا يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة، لأن من رآه يجزم أنه في غير الصلاة. وإن كان بعض العلماء قال: لا يفسد هذا إذا لم يكن بعمل كثير، يعني إذا أخذ الطيب من مكان وهو في الصلاة، أخذه بحركات غير متوالية، قال لا تبطل الصلاة. ولكن الظاهر أن هذا يبطل الصلاة، لأنه فعل مناف للصلاة، ومن رآه يجزم أنه في غير الصلاة. قال: ويكره ترويحه، أي جلب الروح، فتح الراء، نسيم الريح، بثوبه أو مروحة بكسر الميم وفتح الواو، مرة أو مرتين، لأنه ينافي الخشوع، وإن كان عملا قليلا، يعني واقف في الصلاة هكذا فعمل بيده هكذا، هذا حركة حركتين، أو حرك هكذا، حرك مرتين، قال هذا عمل قليل فيه كراهة ولكن لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. نعم. قال: ويكره تحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود، لقوله عليه الصلاة والسلام: فليوجه من أعضائه إلى القبلة ما استطاع. وفي غيره، أي في غير السجود، لما فيه، يعني كذلك لا ينبغي، يكره له أن يحول أصابع رجليه ويديه في غير السجود لما فيه من إزالتها عن الموضع المسنون. لما قال لما فيه من إزالتها عن الموضع المسنون، علمنا بأن الكراهة هنا تنزيهية. نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليوجه من أعضائه إلى القبلة ما استطاع. هناك أعضاء لا يستطيع أن يوجهها إلى القبلة، مثلا ظهره لا يستطيع أن يوجهه إلى القبلة، ف
فالمخاطب أنت بأن تستقبل به القبلة هو ما تستطيع ذلك من أصابع، من يدين، من رجلين إلى غير ذلك. قال: ويكره ترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع، وترك وضعهما على الفخذين فيما بين السجدتين وفي حال التشهد، وترك وضع اليمين على اليسار حال القيام لتركه السنة. كذلك يستفاد من تعليله بأن الكراهة تنزيهية وليست تحريمية. قال: ويكره التثاؤب أثناء الصلاة. طبعا كما تعلمون التثاؤب ليس فعلا مقصودا، غالبا يكون بدون إرادة. فلما قال ويكره التثاؤب، يعني يكره أن يترك الإنسان نفسه متثائبا، بل ينبغي عليه أن يكظم التثاؤب قدر المستطاع، أو يكون المراد يكره له أن يتعاطى أسباب التثاؤب في الصلاة. يعني أنت الآن تريد أن تصلي، لا ينبغي لك أن تأكل وتثخم نفسك بالطعام ثم تقوم للصلاة، لا بد وأن تتثاءب. فينبغي عليك أن تقوم إلى الصلاة يعني خالي البطن ليخلو منك الذهن، أما إذا امتلأ البطن سيحصل عندك تثاؤب وانشغال فكر، والله أعلم. قال: لأنه من التكاسل والامتلاء، فإن غلبه التثاؤب وهو في الصلاة فليكظم ما استطاع ولو بأخذ شفته بسنه هكذا من أجل أن لا يتثاءب، وبوضع ظهر يمينه هكذا على فمه أو كمه هكذا في القيام، ويساره يعني بوضع يساره على فمه في غير القيام لو كان تثاءب وهو قاعد القعود الأول أو القعود الثاني أو راكع أو ساجد، يضع اليد اليسرى. أما إذا كان قائما فإنه يضع اليد اليمنى. ليه؟ قال: لأنه اليمنى تكون فوق اليسرى، فإذا أراد أن يضع اليسرى فيضطر لإرخاء اليمنى ورفع اليسرى، فيكون فيه حركة كثيرة، فاختصارا للحركة يرفع اليد اليمنى هكذا إذا تثاءب وهو قائم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله يحب العطاس. ليه؟ قال: لأنه يعني هنا يحب بمعنى يثيب على العطاس، لأنه بعد العطاس يأتي الحمد، يقول: الحمد لله رب العالمين. فيقول أخوك بجنبك يرحمك الله، فتقول له أنت آمين، أثابني وأثابك الله، إلى غير ذلك من الأدعية التي يمكن أن تدعو أنت له وهو لك. إذن العطاس ينتج عنه حمد ودعاء، فلذلك يثيب الله عليه. قال: ويكره التثاؤب، فإن تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقول هاه هاه، وهذا يعني يصدر يفتح هكذا، يفعله كثيرون هذا، ويكون في مجلس ويصدر صوتا عاليا. قال: ولا يقول هاه هاه، فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه. فلما قال فإن ذلكم من الشيطان، قال الشيخ الطحطاوي رحمه الله: هذا يفيد أن الكراهة تحريمية، يعني أن تفتح فاك على الأخير وتصدر ذلك الصوت الذي يضحك الشيطان منك. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الفعل من الصلاة، فالكراهة إذن تحريمية.
وفي رواية فليمسك يده على فمه فإن الشيطان يدخل فيه. يدخل فيه، هل يدخل فيه حقيقة أو من باب المجاز؟ بعض العلماء قالوا يدخل فيه قلاء بمعنى يوسوس له، ولكن الذي ذهب إليه الأكثر والله أعلم أنه لا مانع بأن من أن الشيطان يدخل فيه على الحقيقة، لأن الشيطان كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، مجرى الدم، فلا مانع أن يكون الشيطان يدخل حقيقة إذا تثاءب الإنسان، حتى قيل أنه يدخل أثناء التثاؤب ويخرج من الدبر أثناء إخراج الريح، فينبغي التنبه لهذا. قال ويبقى أنا ممكن سؤال؟ تفضل يا أستاذ. لو أخرج حرفان أو ثلاثة أحرف عند التثاؤب في الصلاة؟ نعم تبطل صلاته. نعم تبطل الصلاة إذا قال هاه، تبطل الصلاة. قال ويكره تغميض عينيه إلا لمصلحة، كما إذا غمض عينيه من أجل الخشوع في الصلاة، أو ربما يصلي هو في الصف الأول والمسجد مزخرف فبدأ ينشغل فكره بالنظر إلى الزخرفة فغمض أغمض عينيه كي لا ينظر إلى هذه الزخارف، فلا كراهة في حقه، على العكس صار الآن يندب في حقه أن يغمض عينيه. قال ويكره تغميض عينيه لمصلحة، إلا لمصلحة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه، لأن ليه؟ ما هي العلة؟ قال لأنه يفوت النظر للمحل المندوب الذي هو موضع السجود. قال ولكل عضو وطرف، لكل عضو وطرف حظ من العبادة، وبرؤية ما يفوت الخشوع ويفرق الخاطر، يشتت القلب، ربما يكون التغميض أولى من النظر. قال ويكره رفعهما، رفع البصر إلى العينين للسماء، لا سيما عقيب الركوع، العامة بسبب جهلهم يرفعون من الركوع فيقولون سمع الله لمن حمده ويفعلون هكذا، هذا جهل، نهى النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ويكره رفعهما للسماء، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. طبعا هذا الحديث فيه وعيد شديد لفاعله، وهو يفيد الكراهة التحريمية، الكراهة التحريمية، وكأن العلماء اتفقوا على كراهة ذلك في الصلاة لأنه ينافي الخشوع المطلوب. أما خارج الصلاة فيجوز لك، انتبه، خارج الصلاة يجوز لك أن ترفع يديك هكذا وتدعو وتنظر إلى السماء، تنظر إلى السماء لا لأنك تعتقد بأن الله في السماء، لا أبدا، بل لأن السماء قبلة الدعاء، فنحن نعلم الناس لا حرج، ارفع يديك وانظر إلى السماء معتقدا بأن الله لا في مكان، لا في سماء ولا في أرض، وإنما السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. نعلم الناس، نعلمهم ولا نفسقهم ولا نبدعهم ولا نكفرهم. قال
والتمطي كذلك يكره التمطي لأنه من التكاسل، يعني وأنت في الصلاة تفعل هكذا، وهذا يعني نراه من بعض الناس ربما يرفع يده هكذا، إلى هذا كله مكروه مكروه. والكراهة هنا تنزيهية كما نص على ذلك الشيخ الطحطاوي رحمه الله تعالى. قال: والعمل القليل كذلك يكره العمل القليل المنافي للصلاة، أي عمل لا علاقة له بالصلاة وكان قليلا، كان قليلا يكره فعله في الصلاة. قال: وأفراده، أفراد العمل القليل المنافي للصلاة أفراده كثيرة، مثل قال: كنتف شعرة، ومنه الرمية عن القوس مرة في صلاة الخوف، كالمشي في صلاته أي في صلاة الخوف. وظاهر هذا الكلام أنه مكروه، أنه مكروه. ومنه كذلك من العمل القليل الذي يكره أخذ قملة وقتلها من غير عذر، وهذا يحصل أحيانا. أنا أكون أوقف أصلي مثلا، وقفت على يدي هذا البق الناموس وكانت تزعجني أفعل لها هكذا، هذا الفعل فيه كراهة، فيه كراهة. قال: وأخذ قملة وقتلها من غير عذر. قال: فإن كانت تشغله بالعض، وهو واقف نملة على يده تعضه، تقوم بعضه كنملة وبرغوث، لا يكره الأخذ ويحترز عن دمها، لقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: بنجاسة قشرها ودمها، ولا يجوز عندنا إلقاء قشرها في المسجد، لأننا منهيون عن تقذير المسجد ولو بطاهر. البساق طاهر، ما حكم البساق في المسجد؟ لا يجوز، حرام. الآن المساجد فيها سجاد، أحضر التراب من الشارع طاهر ورميته على السجاد هكذا، حرام، لا يجوز. أتيت بورق، أوراق، قمت بتقطيعها ورميتها في المسجد، هذا تقذير للمسجد وهو حرام، لا يجوز. قال: وتغطية أنفه وفمه، يعني في الصلاة. قال: لما روينا، يعني من أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الحديث مر معنا في درس السابق أو الذي قبله، من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه، فهذا فيه كراهة. ويكره وضع شيء لا يذوب في فمه، كأن يضع قطعة معدنية، يضع مثلا جنيه، يضع ليرة، يضع شيء معدني، نعم، هذا فيه كراهة. نلاحظ ماذا قال؟ قال: ويكره وضع شيء لا يذوب، احترز بذلك عما يذوب. فلو وضع قطعة حلوى في الفم قبل الصلاة وضعها، الله أكبر، وبدأت تذوب في فمه ويبتلع ما ذاب منه، تفسد صلاته ولو بدون مضغ، وهذا بخلاف ما لو شرب فنجان قهوة أو شاي وبقيت طعم القهوة، مذاق القهوة في الفم وشرع في الصلاة، هذا صلاته صحيحة، وإن كان هذا الأمر لا ينبغي أن يكون خروجا من خلاف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: ويكره وضع شيء لا يذوب في فمه وهو يمنع القراءة المسنونة، يمنع القراءة المسنونة، نعم. فإذا منع القراءة المسنونة كره ذلك تنزيها، أما إن منع القراءة الواجبة كره تحريما.
فإن لزم، لاحظ الآن التفصيل، فإن لزم من وضع هذه القطعة التي لا تذوب لزم منها تغيير بعض الحروف، إيه قال تفسد الصلاة، تفسد الصلاة ويحرم وضعها في الفم، ويكره وضع شيء لا يذوب في فمه وهو يمنع قراءة المسنونة أو يشغل باله كذهب، كقطعة ذهب يعني. ويكره السجود على كور عمامته، يكره السجود على كور عمامته. والظاهر كما قال الشيخ الطحطابي رحمه الله أن الكراهة تنزيهية، ليق لأنه ورد عن المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سجد على كور عمامته، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم على كور العمامة تعليما للجواز، فلم تكن الكراهة تحريمية. طبعا يكره السجود على كور العمامة، هذا إذا كان تحت الكور، إذا كان تحت الكور جبهة، تحت الكور جبهة. أما إذا كان تحت الكور رأس وسجد على الكور ولم يسجد على جزء من الجبهة ما صح سجوده، وبالتالي ما صح صلاته. يعني كور العمامة هكذا، لاحظ هذه الجبهة، هذه الجبهة كور العمامة غطى نصف الجبهة ومرفوع هكذا، فسجدت على الجزء من كور العمامة التي تحته جبهة، صح السجود مع الكراهة. أما لو كانت العمامة موضوعة هكذا فوق الجبهة وخلفها رأس وليس جبهة، وسجدت على كور العمامة ولم تلامس جبهة الأرض، ما حكم السجود؟ باطل، غير صحيح، وبالتالي إذا لم أعد السجود بطلت صلاتي كلها. وهذا ينبغي أن نتنبه له، أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بلبس العمائم، وأن نستنى بهذه السنة لبس العمائم. سيدة ممكن سؤال؟ تفضل مولانا شيخ قاسم. عفوا سيدي، إذا كانت الباقية كالتي تلبسونها فضيلتكم، نعم مولانا، كانت السجود على بعضها والبعض الآخر على الجبهة، ما لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طبعا الأولى أن يكون السجود كله على الجبهة. أما لو غطيت الجبهة الآن، أنا بهذه الطاقية غطيتها إلى هنا وسجدت عليها، صح عندنا، أما عند الشافعية لا يصح، عند الشافعية لا يصح. فلذلك الأولى كشف الجبهة والسجود على جزء من الجبهة مع السجود على هذه القلنسوة أو الطائية. بارك الله فيكم. قال: ويكره السجود على كور عمامته من غير ضرورة حر وبرد أو خشونة أرض. قال: والكور دور من أدوارها، بفتح الكاف، إذا كان، لاحظ كيف يكره، إذا كان الكور على الجبهة، على الجبهة، لأنه حائل لا يمنع السجود، هذا الكور حائل ولكن لا يمنع صحة السجود. أما إذا كان، يعني كور العمامة على الرأس يعني وليس تحته جبهة، وسجد عليه على الكور فقط ولم تصب جبهته أو جزء منها الأرض، لا تصح صلاته، وكثير من العوام يفعله، فالواجب تنبيه الناس على ذلك. ويكره السجود على صورة، على صورة ذي روح، لأن السجود عليها يشبه عبادتها، وعبادة الصورة كفر والعياذ بالله، فلذلك يكره السجود عليها. سيدي ممكن سؤال؟ تفضل مولانا. لو غطى شعره جبهته وسجد على شعره، هل فيه كرامة؟
لا حرج في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد عق، وهذا مر معنا في الدرس السابق فيما أذكر، عقص شعره فقال له دع شعرك يسجد معك. وهل هناك فرق بين قولنا يعني تبطل الصلاة وبين قولنا يفسد الصلاة؟ لا، مر معنا هذا يا أخي في بداية العبادات كتاب الصلاة، أن الفساد والبطلان في العبادات سواء، أما في البيوع الفاسد غير الباطل. إذا قلنا فسدت يعني بطلت، فسد الحج يعني بطل، فسد الصوم يعني بطل. تمام سيد، أنا اشتركت منذ يعني 10 درس. أهلا وسهلا، باركنا بحضرتك، الله يرضى عليك. قال الله: إذا ويكره السجود على صورة ذي روح لأنه يشبه عبادتها. قال: ويكره الاقتصار على الجبهة في السجود بلا عذر بالأنف. مر معنا أن من الواجب ضم الأنف إلى الجبهة في السجود، ضم ما صلب من الأنف إلى السجود. فقال: يكره الاقتصار على الجبهة في السجود بلا عذر، بلا عذر بالأنف، لترك واجب ضم الأنف تحريما، لترك واجب ضم الأنف يكره تحريما، يكره تحريما. إيه نعم. قال: وتكره الصلاة في الطريق، في الطريق العام، لشغله حق العامة ومنعهم من المرور. يأتي إنسان جاهل فيقول: يا أخي نحن من صلي ماذا نفعل؟ مكروه لك هذا الطريق، ليس لأبيك وليس لك، هذا طريق المسلمين، ليس لك أن تمنع الناس من المرور منه، ولو كنت تصلي ولو كنت تقرأ القرآن لا يجوز. إذا كان، انتبهوا أحباب، إذا كان الشارع منعنا أن نصلي في الطريق الذي هو حق العام، منعنا من الصلاة، فكيف بأولئك الجهلة الذين يضعون البضائع، يخرج بضائعه من دكانه ويجعلها في الطريق ويمنع الناس من المرور في الطريق؟ هؤلاء آثمون، عليهم من الوزر ما عليهم. ولو نصحتهم مرة ومرتين وثلاث لا يقطع طمعهم من نشر بضائعهم على الطريق إلا السلطان. السلطان يأتي يقوم بأخذ ومصادرة هذه البضائع، فيتوبون إلى الله يومين ثلاثة، ثم يأتي الشيطان فينفخ في رؤوسهم فيرجعون إلى استملاك الطريق. وهكذا ما في تقوى، لا، ما عندهم دين يردع، ولا أخلاق تمنع، ولا عقل يردع، ما في شيء أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو يأتي أحدهم فيضع حجارة أمام دكان، حجارة كبيرة أمام دكان، ليه؟ قال: من أجل أن لا يقف أحد هنا. طب من الذي ملكك هذا الطريق أنت؟ هذا شرعا لا يجوز. أي إنسان يتأذى من هذا الحجر أنت ضامن، أي إنسان يتأذى من هذا الحجر فأنت ضامن. ففي الواقع ينبغي أن نعلم الناس هذه الأمور، وإن كان كثيرون يعني لن يستجيبوا، ولكن المطلوب منا أن نعلم، لأنه يوم القيامة قد يقيم الحجة عليك. لا، أقم الحجة عليه أنت بأنك علمته. قال: وتكره الصلاة في الطريق لشغله حق العامة ومنعهم من المرور. قال: في الحمام أيضا تكره الصلاة في الحمام، وفي المخرج أي الكنيف، لأن الحمام والكنيف المرحاض يعني كل منهما مكان لإزالة النجاسات، فيعني تكره الصلاة فيها. وقيل بأن تكره الصلاة فيها لأن الحمام والكنيف هذه مأوى للشياطين فلا يصلي فيها. وتكره الصلاة في المقبرة
وتكره الصلاة في المقبرة وأمثالها، إلا أن يكون في المقبرة موضع أعد للصلاة، وهذا الموضع لا نجاسة فيه ولا قذر، فلا حرج في ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة، صح أظن مقبرة ومقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله. ولا يصلي في الحمام إلا لضرورة خوف فوت الوقت لإطلاق الحديث. ولا بأس بالصلاة في موضع خلع الثياب وجلوس الحمام وتكره في أرض الغير بلا رضاه، تكره الصلاة بأرض الغير تحريما بدون رضاه قال: وإذا ابتلي بالصلاة في أرض الغير وليست مزروعة، أو الطريق، ابتلي بالصلاة يعني بالطريق، إن كانت لمسلم صلى فيها، وإن كانت لكافر صلى في الطريق. إذن هو إما أن يصلي في الطريق وإما أن يصلي في الأرض، فهذه الأرض إن كانت لمسلم صلى، ما عنده محل، قال صلى في المزرعة، وإن كانت الأرض لكافر قال لا، صلى في الطريق. قال: وأداؤها قريبا من نجاسة، يكره له كذلك أن يؤدي الصلاة في مكان قريب من نجاسة، لأن ما قرب من الشيء له حكمه، وقد أمرنا بتجنب النجاسات ومكانها. ثم قال: ومدافعا لأحد الأخبثين، يكره لك أن تصلي وأنت مدافع لأحد الأخبثين. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بإصرار الفاتحة.